أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى، وهي جولة في الصحافة حول العالم. نبدأها بالعناوين. فاينانشال تايمز تقول إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الحد من إمدادات الغاز الروسي لتجنب الاحتجاز كرهينة. الغارديان تشير إلى أن التقدم البطيء الذي أحرزته أوكرانيا يزيد الضغط على الغرب لمواصلة إمدادات الأسلحة. فورن بوليسي تقول إن أردوغان في وضع صعب وتشرح لماذا سيضطر إلى مصالحة الأسد. دعوات إلى تقليل اعتماد أوروبا على واردات الغاز الروسي، حيث تبرز بلجيكا كمتلق مهم للغاز الطبيعي المسالي بسبب دورها كمركز عبور. صحيفة فاينانشال تايمز تناولت هذا الموضوع تحت عنوان: يتعين على الاتحاد الأوروبي الحد من إمدادات الغاز الروسي لتجنب الاحتجاز كرهينة. قالت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير للصحيفة إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على واردات الغاز الروسي، وشددت على أهمية تحقيق الاتحاد الأوروبي هدفه المتمثل في تقليل اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027 لتقويض نفوذ موسكو. وفقا للبيانات التي حللتها جلوبال ويتنس، فإن الاتحاد الأوروبي يستعد لاستيراد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في إطار جهوده للتنويع بعيدا عن الإمدادات عبر الأنابيب والتي خفضتها روسيا بعد غزو أوكرانيا. وبحسب الصحيفة، تبرز بلجيكا كواحدة من أكبر الدول المستقبلة للغاز الطبيعي المسال، يرجع ذلك في المقام الأول إلى دورها كمركز عبور، وهي ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي على مستوى العالم بعد الصين وإسبانيا. وأصبحت روسيا ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة. وبيّنت الصحيفة أن مستوى واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي أثار تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على هذا الوقود على غرار ما تم فعله بالنسبة للنفط الخام الروسي وبعض المنتجات النفطية. وبينما تم النظر في المناقشات حول العقوبات، يعتقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن هناك حاجة لمزيد من العمل لإيجاد مصادر بديلة للطاقة. وينضم إلينا من بيروت الدكتور جهاد الحكيم، الباحث الاقتصادي. دكتور جهاد، يعني التساؤل العريض رغم العقوبات ورغم يعني محاولة عدم الاعتماد على أي شيء يأتي من روسيا، إلا أنه يبقى الغاز يعني بهذه الأهمية لدى العديد من الدول رغم حتى رفضها لهذا الوضع، لماذا؟ لأن لا يمكن لأوروبا أن تستغني عن الغاز الروسي بسحر ساحر. لقد وضعت بعض الضوابط على استيراد النفط والغاز من روسيا، لكن ما زالت تستورد وبكميات كبيرة على ما يبدو الغاز والغاز المسيل. وتبين أن بعد الصين لدينا بلجيكا في المركز الثالث وإسبانيا في المركز الثاني بين الدول التي تستورد الغاز الطبيعي المسيل من روسيا. وبالتالي ما زال الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الطبيعي المسيل وعلى الغاز الذي يستورد مباشرة من روسيا، على الرغم من الدعوات أن يكونوا قد استعاضوا عن الغاز الروسي بشكل تام بعام 2027، وهذا بعيد المدى. يمكن أن نكون قد توصلنا إلى حل جيوسياسي بالنسبة للأزمة والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ اليوم ولغاية 2027، وبالتالي وضع هذه السنة كمعيار من قبل الوزير البلجيكي يعتبر هو فترة طويلة، 4 سنوات. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن كان هنالك عدة تقارير متضاربة، لأن انتقد البعض الاتحاد الأوروبي أنه ما زال يستورد وبكميات كبيرة
الغاز والغاز المسيل الطبيعي، بينما قال الاتحاد الأوروبي أنه هو يقوم بتنويع مصادر استيراد الطاقة بشكل عام، وفقط الغاز والغاز الطبيعي هو جزء من النفط، وإذا صح التعبير الطاقة بشكل عام التي يستحصل عليها الاتحاد الأوروبي. فبعد الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا هي الوجهة الثانية التي يستورد منها ربما الاتحاد الأوروبي يعني من الغاز. الصعب الاعتماد على الولايات المتحدة نظرا لبعد المسافة وبالتالي زيادة التكلفة، تكلفة نقل الغاز المسيل. صحيح. لكن يعني هل هناك بدائل أخرى متاحة يعني لتقليل الاعتماد أو الاستغناء عن الغاز الروسي؟ لقد وضعوا جدول زمني بعيد المدى بالنسبة إلي، 2027 هو مدى طويل، وبالتالي سيقوم ب إذا صح التعبير التعويل على الطاقة النووية من جهة، تنويع مصادر الاستيراد من جهة أخرى. لكن اليوم إذا أخذنا أسعار الطاقة، لقد تجاوز اليوم برميل النفط والبارحة، هنا أتكلم عن البرنت، $90، وبالتالي أسعار الطاقة هي مرتفعة اليوم. فكم بالحري إذا كانوا سيستوردون هذه الكميات الكبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وسيدفعون تكلفة باهظة جراء نقل الغاز الطبيعي المسيل. وبالتالي نعرف كم عانت السنة والعام المنصرم أوروبا من التضخم والعالم بشكل عام، فلا يمكن في الساعة الحالية أو في الوقت الراهن الاستعاضة بشكل تام عن لا يمكن الغاز تحمل المزيد من التكلفة وبالتالي المزيد والغاز من التضخم بالطبع. يعني وارتفاع الأسعار. طيب حينما بالطبع. يصدر مثل هذا التصريح، لقد تلملم يعني حينما يصدر مثل هذا نعم. التعليق من وزيرة الطاقة البلجيكية أنها تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي المسال، أليس الأولى بها أن تطبق ذلك في بلدها وهي الثالثة على مستوى العالم؟ بالطبع أصبت هذا سؤال وجيه، لكن لا يمكن بنهاية المطاف، كما قلت بلجيكا هي ثالث مستورد للغاز الطبيعي المسيل من روسيا، وكما ذكرت يجب على بلجيكا أن تحذو حذو هذا الأمر وتقوم بالاستعاضة، لكن ذلك غير ممكن، لكنه كلام بالسياسة من جهة، وهي دعوة طويلة الأمد كما قلت من أجل الاستغناء عن الغاز الروسي. ولو كان بإمكان أوروبا أن تستغني عن الغاز الروسي المسيل والغاز الطبيعي لكانت قامت بذلك. لقد رأينا أن المواطن الأوروبي قد تململ بشكل كبير وقد قام بالاحتجاجات في العديد من الأحيان تجاه موجة الغلاء والتضخم، وقد قامت بعض الدول بالتقنين ومن أجل عدم الإسراف باستهلاك الطاقة، لكن على الرغم من كل المحاولات لم يكن هنالك أي بديل حتى الساعة. لذلك هذا هدف طويل الأمد، وكما قلت فترة سنة 2027 هي بعيدة ويمكن أن نتوصل إلى حل جيوسياسي، ولن يكون هنالك بالضرورة ضرورة أن يقوموا بالاستغناء عن الطاقة من روسيا إذا توصلوا إلى حل معين وإلى سلام بالنسبة للحرب الدائرة. إذن دكتور جهاد الحكيم الباحث الاقتصادي كنت معنا من بيروت، شكرا لك. أعلنت أوكرانيا حدوث اختراق في أول الخطوط الدفاعية الروسية بالقرب من قرية فيروبوفي على جبهة زاباروجيا الجنوبية. يثير هذا التطور الآمال في تحقيق تقدم أسرع في دحر القوات الروسية بعد 3 أشهر من جهود الهجوم المضاد. ومع ذلك ترى صحيفة الغارديان أن الهجوم المضاد يشكل عبئا على الحلفاء الغربيين لكييف. تناولت هذا الموضوع في مقال تحت عنوان التقدم البطيء الذي أحرزته أوكرانيا يزيد الضغط على الغرب لمواصلة إمدادات الأسلحة. قالت الصحيفة إن إزالة الألغام تعتبر عملاً محفوفاً بالمخاطر،
ويقوم به بشكل رئيسي مهندسون عسكريون معرضون للقصف المدفعي، وتسعى أوكرانيا للحصول على المزيد من المعدات المتخصصة لإزالة الألغام من حلفائها الغربيين، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان هذا الدعم سيصل سريعاً وسيكون فعالاً. وأضافت أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد في أوائل يونيو، فإن الأهداف الرئيسية مثل ميليتوبول وبرياتينسك تظل بعيدة إلى حد كبير عن المواقع الأوكرانية الحالية. وأوضحت الصحيفة أنه كان واضحاً لفترة من الوقت أن الصراع سيمتد حتى عام 2024، وتتوقع مصادر عسكرية أوكرانية أن أمامهم حتى بداية نوفمبر قبل أن تجعل أمطار الخريف الغزيرة المزيد من التقدم أمراً صعباً، كما أنهم يشعرون بالقلق إزاء احتمال قيام روسيا باستهداف شبكة الطاقة الأوكرانية خلال فصل الشتاء. وبحسب الصحيفة فقد دعت أوكرانيا باستمرار إلى الدعم الغربي بما في ذلك الدبابات وطائرات F-16، ومع ذلك فقد ثبت أن نشر الدبابات يمثل تحدياً، ومن المتوقع وصول طائرات F-16 في مطلع العام المقبل، ولكن تأثيرها قد يكون محدوداً بسبب القوة الجوية الروسية، في حين تظل مطابقة المساعدات الغربية مع متطلبات ساحة المعركة في أوكرانيا تشكل تحدياً كبيراً. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. تحت عنوان الخسائر بالآلاف، قوات النخبة الأوكرانية المدربة غربياً تنهار، تحدثت التايمز إلى مجموعة من جنود النخبة الأوكرانيين الذين يقودون الهجوم المضاد، وتشير إلى أن لديهم توقعات مختلفة تماماً في ساحة المعركة عن توقعات جنرالاتهم وقياداتهم السياسية في أعقاب خرق خط الدفاع الأول لروسيا في روبوتين. وول ستريت تكشف عن تحرك مجموعات عسكرية روسية خاصة لضم مقاتلي فاغنر، وأشارت في تقرير حصري إلى أن المجموعات الأمنية الموالية للكرملين تتحرك للسيطرة على قوات فاغنر العسكرية في أوكرانيا وإفريقيا في أعقاب وفاة مؤسسها يفغيني بريغوجين. الجارديان اهتمت بإعلان وزيرة الخارجية البريطانية عزمها تصنيف فاغنر كمنظمة إرهابية، وأشارت إلى أنه سيتم طرح مسودة أمر في البرلمان اليوم، وقالت وزارة الداخلية إن القرار اتخذ بحظر الجماعة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 بسبب طبيعة وحجم أنشطة المنظمة، إضافة إلى التهديد الذي تشكله على المواطنين البريطانيين في الخارج. فاينانشال تايمز تقول مع اقتراب قمة مجموعة الـ20 تمزق الهند نفسها، وأشارت الصحيفة إلى أن قمة مجموعة الـ20 المقبلة في نيودلهي تمثل تتويجاً لعام رائع بالنسبة للهند، ولكن من المؤسف كما تقول الصحيفة إن الموضوع الذي طرحته الهند للقمة عالم واحد، أسرة واحدة، مستقبل واحد لا يبدو أنه يمتد إلى نفسها، إذ أن التحديات الأكثر إلحاحاً والتي تواجهها الهند تأتي من الداخل وليس من الخارج. في قلب هذه التحديات تكمن سياسات حزب بهارتيا جاناتا الحاكم ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، أحد أكثر الزعماء التحوليين والأكثر إثارة للجدل في الهند الحديثة. أما إندبندنت فسلطت الضوء على محاكمة 2 من مديري شركات النفط في السويد ومتهمين بالتواطؤ في جرائم حرب في السودان. أشارت إلى أنه بدأ في ستوكهولم محاكمة 2 من المديرين التنفيذيين لشركة سويدية للتنقيب عن النفط وإنتاجه، وأنهما متهمان بالتورط في جرائم حرب في السودان قبل 20 عاماً من خلال عملية تأمين الشركة النفطية في الدولة الإفريقية. تجد كل من روسيا وكوريا الشمالية أن توطيد علاقاتهما يسمح لهما بدعم بعضهما البعض في العديد من المجالات في ظل العزلة الدولية التي يعانيها البلدان. صحيفة إندبندنت تناولت الموضوع تحت عنوان لماذا يحتاج فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون بشدة إلى مساعدة بعضهما؟ بيّنت الصحيفة أن حرب بوتين لأوكرانيا تسببت في عزلته على الساحة الدولية، إضافة إلى تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، ما دفع بوتين للبحث عن سبل لتخفيف الضغوط وعن مصادر لاستدامة آلة الحرب الخاصة به. وأفادت الصحيفة أن كيم يخطط للسفر إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع بوتين،
مضيفة أن الأسلحة والذخائر ستكون على رأس جدول الأعمال، وهو ما يجعل بوتين يعي القيمة المتزايدة لكوريا الشمالية. وبحسب الصحيفة، يشتبه المسؤولون الأمريكيون منذ العام الماضي في أن كوريا الشمالية تزود روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ وذخائر. أما بالنسبة إلى كيم، فهناك فوائد عملية للاتفاقات المحتملة بشأن إمدادات المساعدات مثل الغذاء أو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة المتعلقة بالأقمار الصناعية والأسلحة النووية. أضافت الصحيفة أن هذا الفوز الكبير لزعيم بيونغ يانغ من المرجح أن يكون على صعيد الدعاية، وكانت العلاقات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل كوفيد-19 تسير على نفس النهج، إلى أن التعاون المتزايد مع روسيا من المحتمل أن يوفر عدداً من الفوائد الملموسة أكثر من نهج ترامب. الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد، وبعد الفاصل نتابع. وول ستريت تقول بعد أن تحصنت ألمانيا بماضيها النازي أصبحت الآن معقلاً لليمين المتطرف. أهلاً بكم من جديد. أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موقف ضعيف فيما يخص القضية السورية، مما لا يجعل له سوى خيار واحد وهو المصالحة مع نظيره السوري بشار الأسد. هكذا ترى مجلة فورن بوليسي في تحليل نشرته بعنوان ليس أمام أردوغان خيار سوى المصالحة مع الأسد. أكدت المجلة أن أردوغان بحاجة إلى العمل مع الأسد، وذلك بعد أكثر من عقد ركز خلاله على الإطاحة بالأسد، مشيرة إلى محاولة روسيا دفع الزعيمين للالتقاء وحل خلافاتهما، رغم أن هذا الأمر لن يكون سهلاً، لأن الأسد يشترط أن ترحل جميع القوات العسكرية التركية عن سوريا قبل أي اجتماع. وفقاً للمجلة، فقد أصبح واضحاً أن الأسد سيستمر في حكم سوريا، وهذه حقيقة تأكدت بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وقد وضع هذا الأمر أردوغان في موقف غير مريح، إذ اضطر إلى التصالح مع الأسد بعد أن حاول جاهداً الإطاحة به. وأوضحت المجلة أن عدم سحب القوات التركية من سوريا في المقابل يعني أن الأسد لن يلتقي أردوغان، ما يعكس إلى حد كبير الموقف المريح الذي يعرف الرئيس السوري أنه موجود فيه. وبحسب المجلة، فإن الرئيس التركي في وضع أصعب من أن يسمح له بإملاء شروط بشأن ما سيكون عليه الوضع الطبيعي الجديد بين أنقرة ودمشق، وهو ما يحتاج إلى العمل مع نظيره السوري إذا ما رغب في إحراز تقدمه. أصبح صعود اليمين المتطرف في ألمانيا يثير المخاوف من أن ماضيها النازي لم يعد راضعاً لها. صحيفة وول ستريت تناولت هذا الموضوع تحت عنوان بعد أن تحصنت ألمانيا بماضيها النازي أصبحت الآن معقلاً لليمين المتطرف. وقالت الصحيفة إنه في كل يوم اثنين على مدى العامين الماضيين يتجمع مئات المتظاهرين في إحدى مدن شرق ألمانيا ويطالبون بخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي وإغلاق الحدود مع بولندا. وبحسب الصحيفة، تشمل مطالبهم معارضة المهاجرين الذين يستقرون في مجتمعاتهم والمخاوف بشأن التضخم الذي يؤثر على معاشاتهم التقاعدية، كما أنهم يعارضون تسليح أوكرانيا ويؤكدون أن الرئيس الروسي بوتين تعرض لانتقادات غير عادلة. وأظهرت الصحيفة أن الحركة اليمينية المتطرفة في ألمانيا تكتسب زخماً، خاصة في الشرق الشيوعي سابقاً، حيث وصل حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو الحزب الذي يقف وراء هذه الاحتجاجات، إلى مستوى قياسي من الدعم بلغ 21% في استطلاعات الرأي. تقول الصحيفة إنه مع صعود اليمين المتطرف في ألمانيا إنه ملحوظ، لأنه يشير إلى أن ماضي ألمانيا النازي لم يعد راضعاً كبيراً للناخبين الذين يعتنقون الشعبوية اليمينية المتطرفة، على النقيض من بعض الجماعات القومية الأخرى في أوروبا والتي خففت من مواقفها لتوسيع جاذبيتها. أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا أكثر تطرفاً. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا، نتابع أبرز عناوينها.
فاينانشال تايمز تقول إن احتجاجات باكستان ضد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء يهدد بعرقلة صفقة صندوق النقد، وأوضحت أن ارتفاع تكاليف الكهرباء في باكستان أثار احتجاجات على مستوى البلاد في ظل موجة من الغضب الشعبي تهدد بعرقلة برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار في البلاد التي تعاني الأزمة. الغارديان نقلت عن وزير صحة بريطاني سابق بأن الحكومة دفنت رأسها في الرمال في بداية أزمة كورونا، ونقلت عن جيم بيثل الوزير السابق أن حكومة بوريس جونسون لم ترغب في إعطاء الأولوية للوباء في أوائل 2020 حتى مع تزايد الأدلة على انتشارها، وكانت الأولوية هي الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب فاينانشال تايمز تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى التزامات قانونية جديدة، حيث تدرج بروكسل الخدمات المرتبطة بقواعد جديدة، وتقول سيتعين على بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم وأكثر من 20% من خدماتها للوفاء بالالتزامات بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة، والتي ستجبر أمثال أبل وجوجل على إصلاح كيفية مزاولة أعمالهم وتحقيق إيرادات بمليارات اليوروهات. واشنطن بوست تشير إلى أن المرأة الأفغانية تعاني بعد عامين من استيلاء طالبان على السلطة، وتقول بعد مرور عامين على سيطرة حركة طالبان على أفغانستان لا يستطيع الغرب أن يفعل الكثير لمساعدة النساء الأفغانيات، ومع ذلك فهم بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة. الغارديان تقول لقد أصبحت السياسات المناخية أكثر تعقيداً وإلحاحاً من أي وقت مضى، وتتساءل هل ما زالت البيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قادرة على تحقيق هدفها؟ وفي ظل الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول لحالة الطوارئ المناخية، ربما لم يعد الحياد السياسي خياراً متاحاً. تتزايد قناعة المحللين بأن قدرة الصين على الإطاحة بالولايات المتحدة عن قمة اقتصادات العالم في وقت قريب تتضاءل مع تباطؤ النمو وتعثر جهود إنعاشه حتى الآن، وسط صعوبات لخصتها مؤشرات الاستهلاك وأزمة العقارات والسياسة النقدية المرتبكة. وكالة بلومبرغ تناولت الموضوع تحت عنوان التوقعات تظهر أن تباطؤ الصين يعني أنه قد لا يتفوق على الاقتصاد الأمريكي أبداً. تشير الدلائل إلى أن الصين لن تتمكن من جعل اقتصادها الأكبر عالمياً بعد أن تراجعت الثقة فيه بدرجة كبيرة، ما يؤجل تفوقها على الولايات المتحدة في الموعد المستهدف أي قبل نهاية هذا العقد. وفق خبراء بلومبرغ فإن الصينيين لن يتمكنوا من تحقيق هدفهم بالتربع على عرش اقتصاد العالم قبل منتصف أربعينيات هذا القرن على أقرب تقدير، وأشاروا إلى أنه إذا حدث ذلك فسيكون التفوق بهامش محدود قبل أن يتراجع الاقتصاد الصيني إلى المركز الثاني مجدداً. نقلت الصحيفة عن ياسمين ناج المتخصصة في الاقتصادات قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية إنه قبل الأزمة الصحية العالمية كان المحللون يتوقعون وصول الاقتصاد الصيني إلى المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم أوائل العقد المقبل، وتحولت الصين إلى مسار أبطأ للنمو بأسرع مما كان متوقعاً، والازدهار الذي أعقب انحسار الجائحة فقد زخمه، ما انعكس في التباطؤ الحاد للقطاع العقاري وتلاشي الثقة بقدرة حكومة الصين على إدارة الاقتصاد. وفي ضوء ذلك فإن التكهنات تتعاظم بأن هناك احتمال في ترسيخ الثقة الضعيفة، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة دائمة لإمكانات النمو. نصل بذلك إلى ختام هذه الجولة الصحفية. إلى اللقاء.